إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن العناية بأسنان الحامل. طبعا من الناحية السنية فيجب العناية بكل من أسنان الحامل وأسنان الجنين. طبعا هناك اعتقاد خاطئ بأن الأم تفقد سن مع كل مرة يحصل فيها الحمل، فهل هذا صحيح؟ طبعا لا توجد علاقة بين الحمل وفقدان الأسنان، ولكن السبب هو إهمال نظافة الفم في تلك الفترة وعدم تنظيف الأسنان، وغالبا تكون أسبابها أسباب عدة بسبب نوعية الطعام والرائحة الكريهة وتكاثر البكتيريا الضارة بين أنسجة اللثة، قد تسبب أمراض كثيرة جدا منها فقدان الأسنان. وهذه بعض الهمسات البسيطة في هذا الموضوع، وإن شاء الله راح يكون درس قادم الجزء الثاني عن العناية بالأسنان الحامل والجنين.